السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. تعالي بقى النهاردة نبقى زي الستات الحلوين الشطار، هنجيب 3 فرخات وتعالي نعمل بيهم، بدل ما نعمل بيهم كل يوم فرخة واحدة، تعالي نعمل بيهم 6 أيام أكلات مختلفة، وطبعا طعم مختلف وشكل مختلف وطريقة مختلفة. خليكي شاطرة وناصحة، وازاي تقدري تشكلي لأولادك، مش مجرد ان انت هنطبخ فراخ النهاردة، لأ هنجيب الفراخ، هنجيب 3 فرخات وهنقطعهم بالشكل ده. ادي كده، ده كده الوراك، انا خليتها من العظم من جوه، ما بقاش فيها غير اللحم. ممكن طبعا تحشيها يا اما رز يا اما فريك زي ما انت حابة. ادي كده هتبقى يوم، واليوم التاني هناخد الدبابيس بتاعة الفراخ وهنبدأ ان احنا نعملها كنتاكي. تالت يوم ممكن طبعا نجيب بقية الورك ونقدر ان احنا نحمرهم بس كده، او ممكن برضو نعملهم كلهم على الكنتاكي في وجبة واحدة على حسب افراد اسرتك. رابع يوم او خامس يوم جيبي صدور الفراخ ديت، يا اما جيبي صدر الفرخة وتقطعيه وتعملي منه شوش طاووق، وهوريكي برضو انا عملت منه، طلع منه قد ايه، كمية واحدة من صدر واحد بس. والصدر التاني في اليوم اللي بعده هتقدري ان انت تعمليه يا اما محمر او كده، يا اما تقطعيه وتعملي بيه بيتزا، يا اما تقطعيه وتفرميه وتعملي منه اكلة حلوة. طبعا انا جبت هنا الصدور بتاعت الفراخ، قلت هستغلها بدل ما تبقى محمرة بس. هجيب 3 صدور وهبدأ اجيب المطحنة بتاعتي وهفرمهم. طبعا هبدأ ان انا اقطعهم الاول مكعبات بالشكل ده، وهشيل اي عظم او رقوشة كده او اي حاجة هشيلها. وانا كده هو فرمتها قدامك، لازم تكون فرم جامد كده زي ده كده بالشكل ده. هنجيب معانا بطاطسايه او 2 او 3 على حسب الكميه بتاعه الفراخ اللي معاكي، وهنبدا ان احنا نطحنها. انا طحنتها جامد جدا لحد ما بقت بالشكل ده اهو، شايفه سايله ازاي، يعني ما تبقاش فيها قطع كامله او قطع تبقى مش مفرومة، لا انا عايزاها تبقى زي ما هي، تبقى تحس ان هي عاملة زي الجبنة السايحة كده، تبقى مفرومة فرم جامد. طبعا عدد البطاطسات على حسب الصدور اللي انت هتفرميها. طبعا الفراخ المفرومة دي تقدري تعملي بقى حاجات كتير جدا، انا هبدأ ان انا اعمل بيها دلوقتي كفتة الفراخ. تمام، هنجيب بيضاية، هنجيب بقى كل التوابل اللي عندك في المطبخ بقى حطيها، حطي ملح فلفل كمون شطة لو حابة، ممكن تحطي بهارات الفراخ، ممكن تحطي بصل بودرة توم بودرة، حطي كركم، حطي كاري، حطي 7 بهارات. بصي امليها، لان الفراخ اصلا والحاجات بالتتبيله بتدي طعم للاكله، بتوديها في حته تانية خالص، فانت لازم تجيبي كل التوابل اللي عندك في المطبخ وابداي حطيها على البضايه. وتجيبي معانا البطاطسايه اللي احنا سلقناها وطحناها، وتحطي كمان معاها الفراخ. انا جربت ان انا اعمل كده واحط معاها خضار زي الفلفل الرومي وشويه خضره، صراحه طعم الخضره كانت، مع انها كنت حتى حبه صغيرين جدا يعني، بس كانت طعمها الخضره باينه قوي فيها، فبلاش تحطي خضره، دي نصيحه مني ليكي، بلاش تحطي خضره. يعني انت ممكن تبقي تحطي مثلا البقدونس كده على الوش بعد ما تبداي ان انت خلاص تحطيها، يعني ممكن كده على الساندوتش. طبعا جبت هنا الفلفل والبصل انا كنت مفرزاه، وتوم والخضرة وشوية من الدهون، اي دهن عندك موجود مثلا من قطعة لحمة او كده، او ممكن تقولي للجزار ان هو يدهلك، او هو بيدهلك كده كمان فوق الميزان. انا بحتفظ بيها وبخليها فوق في التلاجة في الفريزر، بحتفظ بيها لحاجة زي كده. زي ما انت شايفة كده، بصي ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني كمية بجد تستاهل 100,000 لايك. الفيديو بجد تحفة، ويشجعك ان انت تعملي اكلات كتير. طبعا هنجيب معلقتين او 3 كده من الدقيق او البقسماط لو حابة، او ممكن تحطي بيكنج باودر كمان، ممكن تعمليها بالشيش طاووق، وممكن تعمليها محمرة
اللهم صل على النبي، بالبقسماط والبيض عادي. انا عملتها بثلاث طرق دولت بجد جميله جدا. ممكن تجيبي كمان من عند العطار اللي هي البودره اللي هي الصفرة ديت بتاعه الفراخ الكريسبي. برضو دي طلعت اكتر حاجه تحفه جدا جدا جدا، عجبوها جدا الولاد. وبرضو الشيش طاووق برضو بالطريقه ديت، كفته الفراخ كانت طالعه حلو قوي. طبعا لازم برضو تحطيها في التلاجة شوية عشان تمسك معاكي، لان هي انا كنت بستعملها على طول، فطلعت ان هي يعني ايه زي سايحة كده شوية معايا، بس يعني كان ماشي الحال. عملتها على صينية بطاطس، شايفة كان طالعة ما شاء الله والله العظيم جميلة جدا وطعمها جميل. بس برضو نصيحة عليكي، ما تحطيش خضرة خالص. حلوة جدا، اللهم بارك، حلوة قوي. انا بس مش عارفة الصور راحت مني فين، كنت عايزة اوريكي وانا بعملها بالبقسماط وبعملها بالكريسبي وكذا طريقة. ودي كده كفتة الفراخ، التلاتة بجد حلوين جدا. وممكن تعملي الكلام ده كله بقى من غير ما تحطي خضرة او تحطي بصل او بطاطس او اي حاجة. خلي الصدور بس زي ما هي، او ممكن كمان تعملي الصدور بس تفرميها وتعمليها ناجت، هتبقى حلوة جدا جدا جدا. برضو دي برضو كلها افكار. وده كده الشيش طاووق اللي طلع معانا من صدر واحدة. وكمان هنا انا عملت الدبابيس وعملت الاجنحة كنتاكي زي ما انت شايفة كده، بقى مع رز مبهر كده بالكركم، يدينا الشكل الاسمر الجميل دوت والكاري. وطبعا البيتزا بتاعتنا الاساسيه الحلوه الجميله دي تحفه. طبعا ممكن تجيبي برضو صدر فرخه وتعمليه بانيه، وممكن تعملي بيها البيتزا برضو بالفراخ ومع الخضار كده، دي فكره تانية برضو. يعني بصي استغلي الفرخه دي اسوأ استغلال، يعني بصي ما تمشيش حته فيها كده لما تعملي بيها طريقه. والبيتزا الاكلات الولاد كلنا بيحبوها، واحنا كمان شخصيا بنحبها. لو عجبك بقى الفيديو ما تنسيش تعملي اللايك والاشتراك وتفعلي الجرس، واستنيني في كل جديد ان شاء الله.